مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر لتحية ديلي عطيرة نزفة لكل المتابعين اينما تواجدتم سواء داخل المغرب او خارج المغرب. كنقول لكم الله مساكم باليمن والبركات وطبيعة الحال كما دائما عودناكم، فكنقول لكم الاجواء الليلية في مختلف المناطق الشعبية ومختلف المناطق الضاحية كما كتشوف معنا. فاحنا الان يعني كنتواجدوا منطقة تيكيوين ضواحي مدينة اكادير مع بطبيعة الحال يعني هذا الجو البارد، فخلى الشوارع المنطقة يعني انها تكون خالية، الناس يعني يدخلوا المنازل من البرودة الطقس كما كتشوفوا، حتى ايضا حركية داخل الشوارع فاصبحت حركية قليلة جدا، وهذا الشيء راجع للبرودة ديال الطقس. الناس اللي كيتابعونا كل واحد بطبيعة الحال يشارك معنا في التعليق، كل واحد يكتب لنا من اي منطقة كيتابعنا وكيداير الاجواء في المناطق اللي انتم كتابعونا فيها. انتم كما كتشوفوا هذه هي الاجواء العامة كتير بالضبط من منطقة تيكيوين الحجب. كنحييكم وكنتمنى انكم تكونوا كتقضوا معنا اوقات ممتعة، فدائما كنحاولوا اننا نكون عيونكم بكل ربوع المملكة من طنجة الى القرقرات. قناة شوف تي في دائما تتابع معكم كل احداث وتتابع معكم كل صغيرة وكبيرة. ف واش
التلاتيزم، فناس ديال التلاتيزم فكنرحبو بهم، وكنرحبو أيضا بكل ساكنة مدينة أكادير وبالنواحي بطبيعة الحال. فاحنا الآن
هذه الأجواء العامة بالعاصمة السوسية قبل منتصف الليل، أجواء باهتة جدا وجو بارد للغاية، وأيضا حتى الشوارع أصبحت خالية تماما من الحركة حتى بأبرز النقاط الشعبية وأبرز الأحياء الشعبية كما كتشوفوا معنا من خلال يعني هذا البث المباشر من خلال هذه المشاهد اللي كنقول لكم هنا من قلب العاصمة السوسية.